بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين غروق صهد لني أنواع الأطعمة بركال قوة، وحين قلت لنا الأطعمة المحرمة انتو وينك حارانتا وحين عرفت فيما سبق وحد كسو برطي عشر دي نوصو هرمري أن الأطعمة المباحة إن انتو وينك بناني غير محصورة ناني كوبني وحل سوكو بكرانهين في ربذين، ولهذا سيد رادت فهي غير مفصلة إيضا لما فاهن. وما دام عنتظر بناني أي فربضنته مد لو مشيك شيء كره، لأنه محايا لي صعب وحا أذك حصرها إن لكوبه لكثرتها بدنيد، بينما هلك الأطعمة المحرمة عنتظر حارانتي محصورة ما يكوبنتها إيضا مد لو شيء. ولهذا سيد رادت هي جاءت وحا يتم مفصلة إيضا فاهن في الكتاب والسنة كتاب كي يسنة إيه كتمي. وهذا تاني إن الله سبحانه وتعالى وحب ذنه إنه حلالي إن يرني نجح حالاً تنمي من رحمة الله بعباده ونحرس إلهي دومدي سوء نحرستي يو نعمتي نعمتي سيو منتي جلدي سعليهم كركوتك وقال الله يستي ونفي الحرج عنهم يبقى وديدي دومدي سي، حيث ما دام ويعرف المسلم وقفك مسلم كي قرانا يو ما حرم الله وحو إلهي حالان تنمي وفيجتنبه وكدعرانا يو وما عداه وحي كصوحري انتاو قرانا ينا فهو حلال وحلاليه وحو إلهي كحالان تنمي وحا كصوحري انه حلاليه. والمحرم من الأطعمة عنتوين كإنت حاران تاهي، إنما حرم وحلو حاران تنمي إنت حاران تانا وحلو حاران تنمي لما يترتب عليه وحي كدلنا يأي من الضرار لباتوين يوم فاسد وحي اللوين. وسنذكر وحن شيق دون أهم المحرمات وحي على حاران تاكو ومهم سن بالتفصيل الآتي ففاهندا صوص عطي إن شاء الله تعالى هدو لهي دون. وحي على حاران تا وحكم إذا الأطعمة الضارة بالبذن عنتوين كدبايا الأطعمة عنتوين كالضارة دبايا بالبدن جرك وجرك وحي الله أوله. فكلما وحك صطيا شو أي كدلني سعى أكله عنتان كيس أو شربه أما عبتان كيس ضرارة لبات ضرار لبات على البدن جرك دبايا فهو محرم وحرام. فكلما وحك صطيا شو أي كدلني سعى أكله أو شربه هدي لعنا من لعب ضرار لبات أي وكدلني سعى البدن جرك وحي الله وجه سنيه فهو محرم وحرام، لأن الشرع على إسلام كجاء وحويم بنفي الضرر يسوى دبات ذا ودي دن عن الخلق خلقه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم سيدي هذا النبي لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر يعني دباته ما جرت له أقول يهي دبله أقول يهي ما جرت إيه ولا ضرار دبتان طوان، أما لا ضرر يعني وعوي عدنها دبن ولا ضرارة عدكو دبتينا يعني سحق ضرها ودبين. ومن أمثلة ما يترتب عليه ضرر ومن أمثلة صلى يسوح كم إذا إما يترتب عليه ضرر وحي دبتو كرران يسوح كم إذا الصموم بأنواعها سنها النوعية ذكر الدوين وهي وحوية صمهنا صموم حيوانية صن حيوان مثل سمك السام مثل سمك السام سذا كلون كصنيسا والوزق باش إن دبرت لنا مجودات والحياة أبي سويك والعقارب طبق الله عيض يوم يستخرج منها وحي كوالا قصو صار أو من غيرها أما غير كتب الله قصو صار من أنواع الصموم كم إذا النوع عيض الصنها القاتلة وحد لا دبتي يوحى لمن كان صنها النوع عيض ذكر دوام بكم إذا وحكم إذا الصموم النباتية يعني صنها درت مثل سيرة صار عن بعض النباتات درت بركودية والزهور وحيدة بركودية والثمار ملها أصامت سمت له. وحكم إذا سموم جمادية يعني سنقة لعلان مثل السموم الكيميائية سيدا مالك تسمت كيميكوينك أو المستخرج يامك والله قصم أيو من الجمادات وحي على حق لعلان لك حان يو لرغ لعلان إيادي لك. وكل السموم يتسنه هردن بأنواعها النوعية ذاك للدوان محرمة وحارا وكل السموم سنه هردن بأنواعها مع أنواعها النوعية إذا محرمة وحرام لما يترتب عليها وحكا لنا يدراديد لما يترتب عليها وحكا لنا يدراديد أو من ضرر لباطاء وإهلاك هلاقتان للبدن يتركي أيديليس وقتل النفس نفتي أيديليس وقتل النفس يعني ما ركتي نفتي أيديليس محرما وحرام إلا الدلة التالية دليل ذا صوص عذانا والدليلة
حود إلى هذا الكويله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما نفتين هدلين بإله سبحانه وتعالى يلي. وقوله صلى الله عليه وسلم هذا الرسول كويله من تردى من جبل قفك بورس كسطورة فقتل نفسه ونفتي سدلا فهو في نار جهنم كسي نار جهنم أيو قلق يتردى فيها نار جهنم أيو كسطورة خالدا سوكوار يوم خلد الغوارني فيها نار تدهد أبدا ولقي نفتي ساود لي درادين ومن تحصص من قفك صنغ الغرية فقتل نفسه ونفتي سدلا فسمه سمتي في يدي عنتي وجرت مالت قيامه يعني سجن آخره يتحساه وحقوق القرنة في نار جهنم النار تجهنم خالدا سوق وريه مخلدا لقواريه فيها نار تدهد أبدا ولقي ومن قتل نفسه بحديدة قف نفتي حديد كد له يعني بر في حديدته في يده حديد ساس كأنتي وجرته يجاء وحقود حيا بها حديدة في بدنه على وشيس في نار جهنم النار تجهنم دهد خالدا سوق وريه مخلدا لقواريه فيها دهد أبدا ولقي ويستثنى وحا لغا سو ريبيا من ذلك ارنتا سنها وحا لغا سو ريبيا ما تكون مصلحه البدن ما وحا تكون اي تاي مصلحه البدن تنت جيركو في تناوله ان لقاته مرك قرب صمت انو جيركو قاتاي دني وجيرتو كما سيدا في مركبات بعض الادويه يعني اسكو ديسكا كما سيدا كسغن في مركبات اسكو ديسكا بعض الادويه دويينكا بركود دويينكا بركود مربا سول لغا سميه ولوغو تلقلي إني وحيالها علوشة كتيري عيان كي دلاء مركا كما في بعض في كما في مركبات بعض الأدوية سيدا إسكوليسك دويه غاركود المشتملة تاسو ككوبان على بعض السمومي سنحا غار كميدا بالقدر وحلقة سمية قدر كالذي لا يضر أن لبهين جيركا بل ينفع البدن جيركا وغطرية في علاج إنو دوية بعد الأمراض حانونا غاركود يو غتل الجراثيم جير مسكين ودلوه إنها سلقة سورة بيها والدوذي هذه إن يرلقى استعماله إن طاير الدخاتير توي عطية إنها نشير كل منها هين لكنه عيان هو كدلي ولا استعماله وحكم إذا أو حيالا محرمات كحكم إذا غيبتي هراء وصارقني حيالا محرمات كأو حكم إذا نغنية وحق هراء ألف بين صارق نو الصموم بأنواعها النوعية السنة هي صارقني حيالا كلا حرانتا وحكم إذا أو رقم كلابات قاضنا يا أما بعضه التيب قبالك بوري الله يخانا أو الدخان أما سيجارك كأمي بوري كده دبين تهلك ليه أما وحوي هلق يجي الدخان وبهلك بوري الله هذا مضر بالبدن يشرك وورد به لأنه محايل يحتوي وحوطة على مادة النيكوتين مجال هذا مادة النيكوتين لا بوطة وهذه المادة مادة يبلغ ضررها لبتد وحي قارسي سنتهي حد الإماتة إلى قريب جارسيسا غفكة إذا تركست في البدن مركي جيركا كبضته وقد ثبت وحا السقناضي طبيا عاف ما ظهان وحا لوب أبروف كري أن التدخين إن ماركتي عبتان كالسيار سبب ننو سبب يهي لحدوث إن إدعان كثير إن إنفر بضانا من الأمراض حنونا من أهمها وحيالا ومهم وحا كم إذا سرطان الرئة يعني كنصر ككل عصب بضا وتصلب الشرايين يوحا ويها البولياش وحدمة تصلب وأتكان كحد تدي مركة هالبولياش أهايش وشريان كلي لما أرتريس كلورنجري أيو حرايا وأوذية والذبحة السدرية يلا بحر الذبحة السدرية يدنا حوية قف كحد تدي مركة ودناها ديك جين ي يدق ولا إذا أود ما يقو سو قف كحين حين غذا قرية مركة سو حرم يا مركة سأشرك قيبة كم إذا ديك قاري ويا وغيرها يحلم way waxyaalaha soo keena waxyaalaha xaraanta waxa kamida al at'ama al khabitha intuyin khun khun fa kullu khabithin untaka sthuhmi muharramun wa haram li'annahu muhayyir yuqaddi taghdiyatan khabitha yani untasin hun li'annahu yuqaddi wa untasin ya taghdiyatan khabitha untasin hun aw humanti ayu jirki gelinaya way tarattabu ala tanawulihi ويترتب على وحك دلنا يتناوله عنتانك سنة الضرار لباتوين يو أمراض حنون عديدة فربضا ويدل وحينا تسني على تحريم إني حارانتا كل خبيث وحك صلوح ومن الأطعمة عنتوين كمضي ولا شربة شرابضا قوله تعالى هذا الكويلهي في وصف الرسول إصدر الرسول كصفين ويحل له
وآيات القرآن الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. مركان النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيني يوحولي والنبي كما ركتي أحل علينا يوحي لها الطيبات كابو مضى وحل علينا ويحرم عليهم وحو كحاران تيمانيا الخبائث عمتوين كونحون. مركان النبي عليه الصلاة والسلام صفات كل هذا أبو حكم إذا إنه وحي ونكسنا إنه حلال لنا وحي حنا إنك حرام تلمني مركان عن طحمي وعوي حلال ما أمثلة على الخبائث المحرمة تصل إلى لدينا كبح إنه وحي على عن حنا حرام تها وحكم إذا الميتة تبختها وهي أنواع ونوع وطابضها قاعدة مركان ميت وحلقي حي بختم على رنيا وطابضها طابتك وحلا هذا قاعدة كشقي سباب قرة قاعدة دل أنا وبابا بضم كشقي كرتا وطابضها يعني قاعدة ذي يعني بابك بختك كشغيسة وحوية كل ما لم يذكى وحكستون لقورعين الذكاة الشرعية قورع شرعية وحكستون قورع الشرعية هل لقورعين يا بختي لها سواء أكان موته بنفسه أم إسكي هولنته أم كان بفعل فاعل أم عيد هدش وحكستون قورع شرعية لقورعين أم إسكي هولنته أم عيد هدش بختي بالعرنية ولها أمثلة سالية البلي منها وحكم ذا المنخنق تيل حيجي عنا لغبتي وهي الميتة وتيل ودلي بالخنق حيجين بحبل حرق وحلم إذا أو غيره أما غير كما عنا لغيجي الموقوذة تيل لجنع وهي الميتة بالضرب على رأسها وطلد ما طيع نوح ويضا وحلق غرفتي مدح إذا وغيره أما غيره المتردية وطل صوت وري إذا ما لغ صوت وري وهي الميتة وطل لدمتي بسبب سقوطها كسود عتان كسود على من جبل البور أو بيت لما قري أو سيارة لما قري أو غير ذلك يحلمه النضيحة تؤتي لهردي وهي النضيحة تؤتي لهردي وهي الميتة وطلدمتي بسبب نطح غيرها غير كذب هردي لها يلا سلو رانكو كلام تقول هردي بعيارة نود اثنين تدبوا كل عرابة بلا حس كل فتاة ده نمت بس أقول مني حيالا بختك غيب تشناد وحكم إذا مفترسها صبعون صبعون وحقو بحل وقار صدي وفماتت لما تولم تذكيتها أن قورعنا للاسو قارين دي بها الكل يقول يو نفكي ونو لقورع وحلال لكن أطول نفكي بختيسو بختي بين غنسا وحيالا حارانتا وحكم إذا ما قتل بالسعق الكهربائي وحي إلكتريك لغس يعني لغس وحيي لايد بام لغو خباني محسوس أقول لمنية وحكم إذا ما قتل برميه بالرصاص وحي الرصاص باس باس الله وقفري نافكي مع القدرة على تذكيتي يدو لقورعي كري خضو بحصد أكل باب كاوين أركي دونا ولا قبن كري ولا قورعي كري لكن شيء يقول قبن كري يلا حذي يري أما وانكي أما أورك يقول قورعي كري ولا فريسين كري أيا سال بس الله مري باس لمري رصاصة يعني بختي بنغنية وحكم إذا لم يذكر اسم الله على الذبيحة دي مجع إله اللو قبن وهي شيء يقول قورعيه فإنها في حكم الميتة وأن لنا إلوبنا لكن برد لوقتها أما ما قاعد كل الجورعه إذا لم يذكر اسم الله على الذبيحة دي وعلى جورع أي ما قاعد إلهي لوقة بوهاي فإنها في حكم الميتة حكم بختبي يلا نسولا تحل حلال النقم يسأل قوله تعالى هذا الكلاه ودليله ولا تأكلها عننا بإلهي سبحانه وتعالى مما وح لم يذكر اسم الله عليه أن ما قاعد إلهي لوقة بن وإنه شيء قاس إلا فسق والدين كبحوي وإنه لفسق والدين كبح وحال مجع إلهي لوقا بني مجع كلا لوقا بتي أما مجع إلهي ببرد لوقتي ويو هذا كاس وحوي يهدب يقولي إذا تعمد مرق أبرد ترك تسميتي إنه مجع كتغو أم مجع إلهي إنه كتغو بسم الله إذا إنه كتغو ومرق أبرد أما لو نسيها هدو إلو بقى المسلم خفك مسلم كا فتحل حلال بين غنسة ذبيحته وحي وقوراي نفكن جيد لورد ما يمرد أنا بسنك وقبان تصغال دحوي اذا ذكر على الذبيحه مركي وحي لغورعي لغو خصو اسم غير الله مغعانك الهي هينو من الاسلام سلاميا او غيرها ما وحلميده اما مغع شيخ النقض اما ميد ولي النقض مغع ان مغع الهي هين هدي وحي لغو غورعه اما سنم النقض اما شيخ النقض اما ملك النقض يعني وحوي مغع يعني الهي هين هدي وحي لغو غورع حرام النقضه اما مغع ولي به النقض أو ذبيحة أموها لو قورعي تقربا يذو لو قدواني إلى غير الله إلهي غير كيف إنها يذو في حكم الميتة حكم بختبو يارني ولا تحل حلال النغمي ويشمل ذلك تاوح سوق ذاقيل يما يذبح على الأضرحة وحلو قورع أمارك تضريح يذا القبر يذا يو القبور قبر يذا أو للجن أما تشنك لو قورعه وقال دي قبر يوحي لو قورعي يمجعي وضيقا ماشي كواسا لو قورعه أما قبر أما شيخ
وساسون نقولي أول الجن أمي تشين بالوج ورعي بأمر السحرة يعني السحر ولا ياش يفعل ياش وحيا لها أمره وهبر السحر ولا يا ماضي في السحر ولا أي يرينا فلا سواق بتقعد نتشين جو حكفر دامي يبو مجلس كوج ورعي ونحو ذلك وحلمه ويدل وحينا تصني على تحريم الميتات كلها إن بخت يردم يحراني هي قوله تعالى هذا الكولاهي لي مركب وحر أردنا كلا قاد سقال كاسم هو بختي بخت يردم يحراني هي وحود لي حرمت عليكم الميتة إلى يوح لي وحل إذا كحران تنمي بخت يو الدم ديك يو لحم الخنزير هلب كضفارك يو ما أهل لغير الله به وحي إلهي خير كلا كورعي يو المنخنقة تيل حيجي يو الموقوذة تي مارك تي لكن عكوي يو المتردية تي مالك صوتورة يو النطيحة تي لهردية يو ما أكل الصبع وحي أبها القناة إلا ما ذكيت محاكو رعذان مياني يو ما ذبح على النصب وحي مارك تي لغو قورعي يعني مقع سلام أما سلام لغو دول قورعي لغو احترامي وي وحي يلا خبيس كاوحا كميدة ميتدة وحا صور رعياء الحشرات المختلفة عييانك كالدوين أي يقول حارانا والجرد يعني تشيررك ووين يو الفيران وتشيررك يرير يوحي والنحوها يوحي لمن لخبثها حمانتي حنيهين يو استخدارها ضدك أغلون صدا يو ما يترتب حكا لاني على أكلها عنيتان كوذا من الأضرار اللي باتوين وتنكرون ياش يوحي الله بالله يعني ما ركتي الله آنين يو ومن الحشرات حشراتها يرير وحكا مذا يقنا الخنافس بالك الله يقان خنفصاق النولاء رهر يو الجعلان حار والوالك يو الأوزاقي كودا دوين كيين دبراء والعقارب طبق اللوعة والزنابير الشنيدة والذباب دخصيقة والنمل ورانشدة والقمل انجرتة والبراقيث تكفيدة وغيرها وحلا منها تكفيدة وايهي وحكا الله كميدا لحم الخنزير هلب كطوفارك والخنزير محرم وحاران لحم هلب كيسا وشحم حيديسا وكل أجسائه قيبيه صورا لأنه خبيث ووحن ومستقدر لقرون صدو ومن خبث يحمانتي سوحا كمذا أنه يأكل نجاسات النجاسوين كعنو بل أشهى مأكولاته بل وحوية عنتوين كيس وأمتيت كبذي أما وحيس يا وحوية فضلات الإنسان سحرد بني آدم كي حويان يحويان كما أنه يترطب وحا كرش على أكله العنتان كيس أدرار لباتوين عديدة فربضا وأثبتها وصغي الطب الحديث يعني عافبات عصري آه من أهمها وحا كمذا كثرة الديدان إنو قوريانكو كبذين في لحمه هيليبكيس وهذه بدورها تني لنعيدة تصبب واحد صوابتا أمراضا عديدة حنو نفر بضان لمن يأكل لحمه عدة هيليبكيس عنط ومن الأمراض واحد كميدة حنو نضاء التي يصببها وصبب أكل لحم الخنزير هيليبكا دوفار كل عنو مرض الترخيني الخطير حنو كالله يقال أنه الترخيني أو يعني خطرة بكوة awi xanuun yani bar iyo waxa wato oo maaragtay meelo badan qofka kaga dhaca annahu yaakulu fi ifiran almayt dofarka waxa kamida dhibaatooyinkiisa inuu jiirka baqtiga cuno way tashmalo yana waxay koobsanaysa jinna duuda yani waxa way waxa wadata jeermis bay wadata tusama loo yaqaan ash-sha'r al-hanzuniyya loo yaqaan yani marka guriyanka noocaas ay wadata أن أكل اللحم هلي بي صلعنا يسبب وحصابة ارتفاعا في نسبة كريسترول وحا كريسترول شيء الله يقال أما دفنك يعني ليق الرعاء يمارك تيبضية في الدم ليق أو كبضية ولهذا سادر ولهذا أثره سادر أددوح لي ساميوح كله في إحداث أمراض القلب حنو نضا وضنها حنو نضا وضنها وحكم إذا أن اللحم هلي بكيس أن اللحم هلي بكيس عصر الهضم إلى ديفشي لو أذكتح لأن ألياه العضلية هي ليس يديز محاطة وحكوها ريسا بخلايا شحمية عديدة يدعو حين أنا أنقيو يعني حير كسم إنسان أفر أبدا وهي أن تناول اللحم الخنزير إلي بكضوفار كالعنا له أثر صاميوح كلي على إضعاف الغيرة إن قفك مارتي وحما سير كالعنا على المحارم ذاتك سمحارم تيسي مجيان كيسة دمر كمجيان كيسة إنه كعر وضع إنه حمان لغو سمعيه أي ماشي كبحر أو حويسكن قنية قفت يوسف قنية لأنه حيوان وحويان عظيم الغيرة أن مصير الحين مركض فارك فعلان لو عذاب وين جن لهنا وللطعام عنتظن وحي لذي تأثير صامين بكل ذي على أكله قف كعنا مركض عنتظن صامين بكل ذي عنده
قال تعالى إلهي وحي يقول وحات النبي محمد لا أجد كهل ما يفي ما أوحي إلي دين لي وحي ذي محرما شيء حاران على طاعم طفوح هنا أو يطعمه هنا يكحاران إلا أن يكون ميتة إنه بختي هي أو دما مصفوحا أم ديك يعني مارت الله شبه يأوي هي أو لحم خنزير أم هي لبدغفار ويا هي فإنه هلبك فإنه يعني صدح ذا أخي موضع الله صوشا يقبل ريتسون والنجاس وهي أما هو كدافة وهي فكا سورة وسورة مكية هو حي كور مسام حرمات كي هوري وحياله حاران تا إنه بختي هي ديك ديجة بودية، مركا ديجة بودية دم المصفوح، بعد كده دم غير المصفوح، وديجة كهاره هيلب كيو كلا يده حيسو كلا دب ماله، وديني تشاسين ما يبيها يرى لو ده كده لو كرنيه، يهيلب كطوفار كون تشاس بيله سبحانه وتعالى وكتل ما. الجو على ولي أكمل ما يلي جاء الشرع بتحريم الضرر، والدليل ذلك نوى لا ضرر ولا ضرار. قال صلى الله عليه وسلم من تحصى صما قتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم يتحساه في جهنم خالدا مخلدا فيها واي كل خبيث محرم لانه يقدي التغذية خبيثة كل اجساء الميتة اما كل اجساء الخنزير محرمة لما نعيد ذو حرام بكويلي ما القدر المستثنى من الصموم فلا يحرم تناوله ما حاسون ذا إنتي اللي جسور ريبيا وأنا حاران هين لعنا إنتي ردة مركبات كدوين وكشرتي دشير مسكيت ليشين هلق خصوش يعني أكل اللحم الخنزير يؤثر في وعي اللي بضافر جوه يعني سامين كوي يشاء في ضعف الغيرة على المحارم جميع الصموم محرمة سنور أمي وحاران لما يترتب عليها من إضرار وإهلاك للبدن الموقوذة موقودة وحوية هي المضروبة حتى الموت المتردية متردية وحوية الميتة بسقوطها من مكان عالي وافترسها الصبع ضعصاني يذو الميل ماركتي هيسن وماركتي مموهة أما مشتتة وسيارة حبتك لحبتك لأقوب بيهن بركة انت سيد مانتك ويكيننا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.